الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عشر كن كيك ما يقبل عوذي آيات كنتم يتضبط سورة زخرف يقول الله جل وعلا إلى سبحانه وتعالى بري ولما حين حال ذي ضرب أي جعل الوالي ابن مريم إيجارشي ريشي مثلا تصال لك والي إذا وقتها قومك منه يسدون جيستا منه سجيب جيستا وقالوا ما برأينا آلهتنا إلهيال كان خير خير بدن أمس هو وسو خير بدن ما ضربوه أي ما جعلوه لك هذا مكين وين إلا جدلا ضد فديما بل هم يقومون ويخصمون ضد بدن إن هو ما هو نبيل عيسى مريم ما إلا عبد وضنك وأنا عمنا عليه نعمة نبي نبوة ورسالة وجعلناه وين هو عيسى مثلا تصالي لبني إسرائيل قوالي ولو نشاء وهو نفضان لجعلناه ألفاً منكم إسرائيين أي بدلكم بدلكم ملائكة تنوى ألفاً يخلفون خليف نغضايان في الأرض أرضك خليف نغضايان وإنه أن عيسى لعلم للساعة ساعة دي علمان فلا تمترون بها أنك شكي ذن واتبعوني أن الرهاء هذا كان صراط مستقيم جيتوس وهي ولا يسدنكم الشيطان يسين قربني إنه شيطان لكم يسين لهانتين يا هذي عدو اسم بين وبين العداوة ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون ولما حين حال ذي ضرب أي جعل الوالي ابن مريم مثلا لك والي أرياس ما يا كمرني سورة الأنبياء يا كمرني قصة ولما ضرب ابن مريم الإمام أحمد بن حنبل بسند صحيح مكوري والطبراني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش من غري إنه ليس أحد يعبد من دون الله وفيه خير ما يري أحد إلهي سكيس لعابده مجره أو خير كسونا هذه فقالوا ما لست تزعمه مش يقضى أن عيسى كان نبيا وعبدا صالحا وقد عبد من دون الله تعالى من هو العابده سوى المدير فأنزله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا وقد قالوا ذلك مجادلة بالباطل يا ويلم لك ما يكال شيء جاي أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم السنين والإله سجد عبزا يا النار ذات مركها دكتي
يميرنا إذا كانت آلهتنا حسب جهنم مع عزير وعيسى والملائكة فلا بأس لها ملائكة والعبداي عيسى والعبداي عزير والعبداي وما دي بأسير هم بذلك مركزة تنهدكتها هايتين إن الذين سبق الله من الحسنى أولئك عنها مبعدون ذاتك مؤمنين صالحين أنبياء إلهي وليد إلهي وإلهي سكيس لعبذي يورى الله كهين ما نغمر والكل يري ناري ومسر كهين لا يسمعون حسيسها شنقرتيه تمديقين وهم في مشتهت أنفسهم خالدون إلى الآيات ما إلا نمركن مركي النبي عيسى بن مريم رسولك كهذلي يما يرنا ما يريد محمد إلا أن نعبده محمد ما يفضوها إن أسعاب أن نفضها ونترك آلهتنا كما عبدت النصارى ابن مريم أبسك لأنه عزبك بغتن رسولك ما يقال إن الله إذ شرحها لا عبد فضوك آلهتنا ولما ضرب ابن مريم مثلا ولما حين عليه ضرب اي جعل له علي ابن مريم مثلا تسال لك والي او انكم وما تعبدون من دون الله يحسب جهنم مركي هديكتنا او مشركين تسال لك والي دام مركم رضينا ان تكون الهتنا مع عيسى ارهام اذا وقت قومك قومك اي المشركون منهم من المثل تصالي ييسدون قيلياي يضحكون فرحا ويضجون قيلياي ويصيحون او اخرين صد يسد بكثر الصاد قراءات كلا جران وانا تي غدايان يسدون ارايان صد يسد مركز من الناس أعرض يعرض إلى الناس بعض العلماء ميلين من باب تعدد المعنى ليوم هاي والله إن شاء الله قادم هاي كلمة بدور معنى وارد ذكرت صلى الله كلمة نعم يبغاها ذي الوجهين من باب عرش يعرش ويعرش وعتل يعتل ويعتل باب شيء جلازير وعكف يعكف ويعكف دل وجهين كسر نقداسين دلائرين لكن سواب كه باب سد سد يسد هوبلر قيل يلك جيد سد يسد هوبلر عرض على وجيد رئيت المنافقين يسدون عنك سدود سنو باك مر إلى مبالي إذا قومك قومك منه من المثل التصالك يا يسدون كجسدان أما يسدون لقيل يا وقالوا مبرنا آلهتنا إلى يالكان مرقوم إعراض من هذا يعرضون من أجل هذا المثل مثل كون عملا كجسدان وقالوا مبرنا آلهتنا إلى يالكان يا خير خير بدنا أم هو زو خير بدنا هو ذو مرقوم لما تفسير جرته من المفسرين من رجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومن من رجع إلى عيسى وأنا عيسى قالوا لماذا نحن في سياق قصتي أجل آلهتنا إلهي كان خير خربان أم هو عيسى فضبان ما ضربوه موان المثل تصالح لك مكوان إلا جدلا ضد فديما أي خصومة بالباطل بل هم يقومون ويخصمون ضد بعضهم ضد أمور بعضهم إن هو ما هو النبي عيسى ابن مريم إلا عبد مضون قواه لا رب يعبد رب العبد ما ولا ملك مقرب ما بل هو النبي مرسل وعبد من عباد الله كلمة كريدة في شيخ ماي إني عبد الله أتاني الكتاب ما لازم مرقى إلهي مهري إن هو ما هو النبي عيسى ابن مريم إلا عبد وايه
والضوم لا رب ولا إله إلا كما تزعم النصارى ولا ابن لله ابن إله إنما كما تزعم النصارى بل هو عبد من عباد الله أنعمناه النمعين أنعمنا عليه كرشي النمعين ما قال ما لك النمعي بالنبوة والرسالة نبى النمض الرسالة وجعلناه ولنا بوجوده من غير أب سواء أولان لا مثلا تصالح قوانا لبني إسرائيل يستدل به قدرة الله تبارك وتعالى على ما يشاء إلهي ولي فضل انتبه لكم يلا تصحى عيسى ابن مريم إلهي الشاني من غير أبي إلهي أو من باع أهانا من باع ولي فضل ويا لكم سنو سجيدة يوم أي طريق سجيدة لك سعاد وما من باع كنا ترى وقص والما أمائن إلهي مي ويا لكم إغن النولي من غير أكل وشرب نعافيكر جرير نعافيكر من غير علاج والدواء من بشر لا ويلكم شيء كسر الصفة اللي إلهكم سهركم صفة كلام جليكم ما راس دب النبي إبراهيم لجريدي إلهي مي كسيبي ضرك دب كله كسيبي كنا يا نار كوني بردن سلام على إبراهيم ما راس توريدنا بس سليمان سفدي أو قطعي لا إله إلا كسيب والمقص مرقس وهكذا إن ربك فعال لما يريد وجعلناه وإني مثلا تصاري لبني إسرائيل كمان ولو نشاء وهو نفضان لجعلناه وإلفنا منكم من بعضكم أن ترويا لا تبكين جعان منكم أي بدلكم بدلكم إن دي سن بقول سن سير سن ترتر يبدلكم إلهي ما شئنا كور الملائكة تنا شئنا كور في الأرض يخلفون الله خليفة نغاس إلهي كعبد هذا إن سير لترتر جن يقول كتب جي ملائكة سين كبدل إلهي ويلكم ولو نشاء هو نفضان لجعلنا ويلفا منكم اسم هجي أي بدلكم بدلكم ملائكة تنوّلنا في الأرض يخلفون علم البلاغة فأيسكم إذي حتى منكم من بعضكم ما يديدي ونقي حتى لك سائل ليش القيبي لأن لك سائل هبل هايلي حتى مرلا ماذا تن ملائك الكوال إلهي ويالكم سنة اسمها سنة طلع الجارية والصلاة مي بالدلول الجاري فلن تجد للسنة الله تبديلا ولن تجد للسنة الله تحويلا ولله يكون أوبم الله لكن الصنود إلهي لكي شيئا ولو نشاء هو نفضان لجعلناه ألفا منكم أي بدلكم بدلك ملائكة تنوى ألفا في الأرض أرلاد التي يخلفونك خليف نغلاس لكن ساس مدونة أرلاد خليف كإسن سينك ويلني إلهي عابدا وإنه أن عيسى نبلا عيسى لا علم للساعة صادق يامي علامة إيه إلا علم للساعة صادق يامي علامة إيه لا علم إلا علامة للساعة صادق علامة إيه من زوله هديكوا شيء أوس هديك في الأرض هديكوا فلا تمترون بها أنك شكيدين واتبعوني أنيرها فلا تمترن شكيدين بها بالساعة ساعدن شكيدين أو بها بكوني علامة للساعة ساعدن علامة شكيدين واتبعوني أنيرها على توحيد إيرها هذا الذي أمركم به كان سنفراي صراط جدوايا يتكاسو مستقيم توصو حديث ما يجرى الإمام البغوي رحمة الله عليه إن نسين وإذا كان جيل ذي جرى أو كتاب الزفيل بيان يو إلهي سبحانه وتعالى ما بأهري وإنه لعلم للساعة
فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. ما يريها أبو هريرة ابن عباس يا ويلي أنا شراط الساعة على مدى قيام رجل قدام نبغى لبضع الصحابي نبغى يقول هنا لا يشكن ما يدوى أن ينزل فيكم ابن مريم ما إن ابن مريم سينقدر حكما يصون تي حاكما عدلا عادلا قرصورا يكسر الصليب استلاف الكريستيان كي يجيبيه مع التبقى يجيبيه ويقتل الخنزير خنزير كنا دمايا ما دام النصارى ولا كبال يا امس دون فرنغ ويضع الجزيه جزيدنا كده ده جزيره قاضيلا ما سيم قفاير وتهلك في زمانه ما باباي الملل كلها ديما كل جو ترتر مايا الى الاسلام استان ما دمايا الامام البخاري يقول امام مسلم يقول markan hadigo ka dibla ciisa in maram sadigo maya ku degayaan manaratu sharqiyya li madinati dimashq migala dimashq la raw manarad yala tabar ikbar ya jirt ya ku degay e may dileen dajal e dileen wa min huna qatadat al ansari aba horir ma haray may qala كيف أنتم إذا نزل نور فيكم وإمامكم منكم إمامكم سيكون مدي إمام كان إمام بخاري مسلم وغيره الملك شاكي إمام كان المهدي يلي شاكي مركا عيسى بن مريم ما يكون مدي إياها بعد الدجال كوية وقبل جوج وما جوج جوج وما جوج ما يلحي بعد الدجال يعني قبل مركي الدجال كوي مهدي نكوي مهدي قام مريم دجال كويا عيسى ابن مريم كويا جوجو ما جوجو كويا سان صعدة علامة علامة الكبرى للقيام الساعة وين أرجع الله ما بيلا وإنه لعلم للساعة ساعة على مدن إيه لعلم إيه لعلامة ولا شيء لا علم وقال يل الساعة تيجي بنزولها تيجي فلا تمترون بها بساعة ساعة دم وشك إذا كويسة هذا كان أنا سين شجاعي صراط جد مستقيم توصم ولا يسودنكم الشيطان شيطان يسين قريبني عن دين الله يسين جديني إنه شيطان عدو عدو مبين بين العداوة عدو غاسوك إن لكم إسن سنسونا هذا ما رجاس عدو سنسونا هذا قال تعالى إلى أمر ولما حين هذه جاء كوي عيسى بالبينات لكوي بالمعجزات والشرائع قال أمر قد جئتكم إسن كوي بالحكمة بالنبوة نبر إسن كوي وشرائع الإسلام إسن كوي وكتاب إنجيل ولأبين لكم سنسين قد دائم كوي بعض الذي كبرية تختلفون فيه خلاف سنتين من أحكام التوراة من أمر الدين وغيره فبين الله أمر الدين إدائي ما يرين فاتقوا الله إلهي قبصة واطيعوني علينا وركي ويلا إن الله إلهي هو ربي ربي وربك ربك فاعبدوا عابدا هذا كان صراط جد مستقيم توصم فاختلف الأحزاب وإسخلاف من بينهم يلاتون في عيسى إسخلاف أهو الله إلهي أو ابن الله أو ثالث وثلاثة ما يزغل أبنا إلهي كلام مجرى سليم إلهي الله ما ثالث وثلاثة سليم لم إلهي كلام جرته كان سد هذا الشيء ماي ابن الله هو إلهي نجيب ماي يسوع اجتمع عليه صفة لا صوتية ولا هوتية ما ينسى كلهم تيس صفة لا هوتية ما إلهي نما إنها صوتية صفة ذات
mana meel ku haray waa isku dulis dhinigoona ilaahay ku yi dhinigoona dadka ku yi taas daraad ay la noocase wal waysanay isla ku helay ted wal saliibi saliib yelka wal wal raari saasay laga dili mayna la weelay fidaan li aqdaal bashar nabaa adamaa dimba weer inna tun wali baana dimbe galay iyo isla ka dhaafay خلط كاسل لك عفيه لوايسناي قلت كاس نبا ادم قال اي وياو لان لك عفيه لوايسناي حتى يكون هو فداء انتس فداء كنا هاي قولون شيغان وانا واباطيل نصارى ودهيا قول مو جران ما كسبو اي ريزون يهوذا قلت وعلو اديسنا زانيدو ay artiyan inta jilru haano suma hadalna haanona dinike ma hadalna bu'dal mashriqayn ma hal jamaa'i may taray huwa abdullah ilaahi doonji nabiyuhu wa rasuuluhu ilaahi nabiyyi way rasuuluhu way wa ruuhu min ruuhu alayhi ku haadi نفخ الله إلهي كافه في مريم العذراء البتول العفيفة المعففة الصديقة ما إلا الله إلهي الروح كافه في مريم مريم ذي العذراء بكرها البتول قولك قهنا بمعنى عذراء ما يكتساس إيه بكرها تغرب الله انتابه جنين سجرشين انتابه اسمك عزتنا البتول ايته المتبطلة لله إلهي إن قوي ورن قرسن الصديقة ومو صديقة ما بنيت صديقة عفيفة ظاهرة مظهرة يلا لي ده تبت بعدين ده تسير عمر نقول عيسى إن مريم ما ينقذه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون لا كما قالت النصارى ولا كما قالت اليهود ولا كما قاله المشركون انتبه معه فاختلف الأحزاب واختلاف من بينهم فويل هلاك للذين ظلموا لما ظلموا الصوبين أنسون هذا من عذاب أنسون هذا يوم أليم ما لهم عذاب شكلوا هجوا أنقصون هذا الكهف حالياً ضرورنا ما ينظرنا بسوقيان مركان إلا الساعة صادقة من تأتي يومي وكويت بغتة تنكيذين كويت وهم لا يشعرنا يوم درهن سنعين مركز إلا ما يقول ما عين على ذي جاء عيسى كويت بالبينات إلا كويت إدان معجزة معجزة ما يقوم بذلك قلت يريبا هذا ما إني عبد الله مركز إلا رضي حضر إني عبد الله يأتينا الكتاب جعلني نبيا وجعلنا مباركا مباركا ما ينغري من يوم ولد إلى يوم أن رفعه الله تعالى إلى ما عند إلهي هديدي دون إلى ما عند إلهي أفسد دون إلى برقص مجرد نوليس كميدة إلا نافع لهايت لبسكو كوي هردد مصمدني مركا الدنيا لم تنغي انتسك نولي تاكدر الله ورمك الله عن الله من أزهد خلق الله هاي زاهد هاي ورب الله مقرسن ولا تجدون يا رجس فضائم أرجان إلا ما كان يتكفف عن الناس ولتذكركم كمارا موما نوليس عادية قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ما يلي بني إلا إسلام إلا إسلام مسيح وكان رزقه كفافا رزقه جيرنا ذي كفاف كفاف ميلر ولا أول باقي بكهران هذا ليه بكيفنا لكن ما يلك يري وقنعه الله بما أتى إلهي ولسي إلهي غنعس كيف ما يكلكم من آيتي إنجيلا لك ددي
ماي قال لكم ماذا عيتين يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم كل شيء شمبران بوبس ولا أفوفا شمبران غلاس بوبس إنك سون وارن نصنع وردان أنت تصل شيء مرة سون أنت اسم معجزة لأنك كعبر قاضي وهاي كإسلام وهاي إسلام من جيد كاس مرجلا إمري ولا ما حين هذا جاء عيسى كوي بالبينات لكوي قال إمري قد جئتكم إسين كوي رب إسرائيل بالحكمة إسين كوي بالنبوة إيو شرائع الإنجيل إسين كوي ولأبين لكم ولكي أبين لكم سين إسين كداي بعض الذي كبر جيد تختلفون فيه صغيرة سنتين من حكام التوراة من أمر الدين وغيره فبين الله من قداي أمر الدين فاتقوا الله إلهي قبصنا أي وحدوه إلهي وحدانيس إلهي قبصنا عذاب شيء إعرضيس قبصنا واطيعوني أنين إذيك إلهي ها واركي وانا إن الله إلهي هو سو ربي ربك إيه أنا رب ميه وربكم سو ربك إيه أسكو رب الله أنا فاعبدوه أي فوحدوه وحدا وحدانيك عابدا هذا كان يسراد مستقيم جيدته اسمه فاختلف الأحزاب أحزاب تأس خلافة من بينهم في عيسى أهو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة أو غيرها فويل شدة عذاب للذين أنسونا يظلموا ظلموا صبين كفروا بما قالوا في عيسى من عذاب أنسونا يوم عليم ما لهم عذاب شكل أنسونا في سورة مريم أكبرنا فويل فاختلف بينهم فويل للذين كفروا مما شهد يوم عظيم ما لهم كل جيد عذاب أنسونا عذاب إلهي نبي الله عيسى ابن مريم ولذلك النصارى مركز الأمان لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله مركز وأن عيسى عبد الله ورسوله وروح منه يوقع رام وكلمة ألقاها إلى مريم عذراء البطول جدا غيران ياك إسلامين صنبه كان ساس هل ينظرون ما ينظرون من سوان إلا ساعة ساعة قيامة أنت أتيهم يقويتوه بغتة فجأة يقويتوهم لا يشعرون يوم در إنسانين والكلب سوان يومنا الأخلاء صاحبيال بدايال كل جو يوم إذن ما ننكاس بعض من برجول لبعض من برجول عدون عدون إيه إذا المتقين إلى يقوم سليما يا عبادي الضومي لا خوف أبص عليهم كركين مان اليوم أجيك ولا أنتم مسين بيدين تحزنون هنو طيرا يوضون بيدين الذين دونك والشيغاي آمنوا هميين بآياتنا أيضوغا وكانوا هاي مسلمين هاي مسلمين هاي يقال اللهم إلا نري ادخلوا جنة جنادة قال أنتم اسم إيو أزواجكم حاسس كيما تحبرون اسمه نتي كراميس أما تحبرون اسمه فرحس يضاف عليهم ميلة على مري بصحاف صحنة أي بقصاع هوريال دافاس ومن ذهبنا هوريال الذهب هوريال الذهب وهم غرف بو يلقى وأكواب كوبيال يلا على مرة من ذهبنا كوبيال رسول الله عروة لهم ديكن لاين وفيها في الصحاف وفي الأكواب صحن هذا إكوابته ما يقصون ما تجتهيه الأنفس والبنى فلاس وتلذ الأعين هندبك الراحة سلاين وأنتم والحال أنتم بسم الله خالدون وارزين فيها في الجنة وارزين وتلك تاس الجنة وإلى الجنة سوريست مارسين دارسي بما بسوي ما قصف تكونتم بسم عيتين تعملونها عمل فلاو لكم بسم سونة فيها في الجنة فاكية بسم سونة كثيرة فربا تأكلون آمساً منها أي من بعضها يا آمساً آخر الوضع الأخلاء بدايال جمع خليل ويا خليل يا ملك جمع يا أخلاء صاحب نمد بنيات نقل مراس ما يقول بالله وضع علاقة يكو الدرجي ذكو علاقة ما يقول ما هذا خليل ما يقول ما هذا وبين العلاقة والأخلة أول خلتي ثمانية درجات سيد درجة جدت
ورتلان هربا دي غرنا ديغن جيلداس لم تسمع ولم ترى ولم يخطر ببالك هذا كوري ايكا كاساسا اي بيدايك ليتي ملي نيغالاد بينغيانك اي سين رو انا لمبا مغاسا لانغنيس علاقه لنا مرو ميجر لو انت ميلس صاحب لي بالداس شكه مغجر ما لازم علاقين ابورنت علاقه شري خير ولها تورت حريرين ابورن اس برشدي هو بس بردونا انا ما يسكن جنان ما انا نو دحي ان ولا انا نو دحيو اس برشدين جوقتي ولها له شرطه ولا بس اس لنا ميلو انك جران انا ما نصب هو يسكن عبد الكانو باسك دي meher soodeen argas waran oo dhaxay wali aadan maya af kooba iska hadalaan diin to iskeen xeer migaalado iskeen wal noo dhaxayaan alaaqi leere dadku abtiyalkan hayno lixdinkii la ku ragay Ethiopia korkas diray goomal ulka salaa ku ragay rafaasinka kooyana dadka baa la degayna may magoon yoolay isjeel majer akhbaro iska hadlayaan garbi tilac yaaballo malbe diray goomar aray walay dadayaan gabramingi dul kela amaana ila yu aamin siin dadku misgeed aamo walba ma fahmaan yaa aamin siin ya la misga amiya gargoyi ko deki ayira la ka wala suwala marko dadkaas ma isku wala laayaan madob boorun le digi is alaqo yaras ani adho madomiro gariib has kala noolan anta ka nagan badan ma iska aragnay ani adiba ma iska aragnay kinshasa ba iska arag kin shaa samay nafeya meel ba ayaan tahay roogni haska baran intoob koin dadka isku jeelna ma jir leer kin shaas iska nama madoba kin shaas iska arna salaam marka alaaqi ku bilaawdaas may ka dhamaadas khaliilna ma khaliilna ma ku sareen yawmu la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'atun aras la bay'a fihi wala khullata aras khaliilna ma على خلاو انت بوذايه يومئذ ما انت اسقيامه بعضهم بعض جو عدو لبعض بعضك العدوك الى المتقين دتك حق صاحبي حق ودايه الى يوم سيد اسماعيل تقال الله اصلع نظام ملائكه ارتدي مرتي وتقضعت بهم الاسباب اسباب تلك الجيره يا دمت غار عن دتك اسلام بن دغال موجي اسك جيره اعداء الاسلام adu islaanama iska jeelada aan ku amaan baan leeyahay cadaawada aakhirada to yar walyar ma adey ka lahayd adey ka lahayd adey weel tuuglo goobday haa dadka wala saadaan sirta fashilant ki telaad jeeno la adeegdo roodan in galay marka mana riyal khilaaw wal buwida ayaan haayeen al mutalaaqoon al maasiyatika kulmaan fi dunya يومئذ يوم القيامه بعضهم بعض لبعض عدو الى المتقين المتحابين في الله على ضاعته فينما اصدقاء لما قاسوا بيديال رسول صلى الله عليه وسلم يقول شيكي دد الهي كرامهيدون على منابر من نور كثيرين لغير اولئك الرسل dadka nabiyalku uma deer korneer rasuul kuma reey bal rijaalun aamanu billahi wa sadaqul mursaleen riwayad gal maraza bal dadona ta iska jeeladeen ilaahay obsidis ilaahay meel ahayd fadhadeen ilaahay tirsan shartaban ila qad ilaahay tirsan al mutahabuna fillahi al mutazawiruna fillahi dadka la arawo
درجير ما درجيس الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والمعاداة في الله من أقوى عرى الإيمان يكون مدد يقال لهم من غري متقين يا عبادي أضامي ولا خوف نبص عليكم كركين ما إيه وليس نقبص عسنا ورتين مجر ولا عندهم يسمى إذا انتحز دنونا عن طيرا يوضا والهم ودهم كبرقوا دسان أرجع سوا كما خاف وحزن الكافرون سجع على ذلك خوفتي وطيرا يوضا بل أنتم آمنون ومطمئنون الذين مركم متقين رفز رعايا الذين هم صفة ما يقول نعتم لعبادي يا عبادي بيرنا نعت الذين دونك وهي آمنوا رميان بآياتنا أيضا رميان وقرآن الكريم رميان وكانوا هم مسلمين ومسلمين هاي يقال لهم من غري يوم القيامة ادخلوا الجنة الجنة قال أنتم اسم إيو أزواجكم إيو زوجاتكم عزيز جيمب تحبرون اسمونة فرحة وكرامة اسم يضاف عليهم أقدر قرآن قصيص فسرد ولها الله وافع لقرأها الله وافع من قال لك إن شيء ما ويضاف عليهم ولدان مخلدون بلقيره تعز بلقي إن شيء ويضاف عليهم ما إلها لما رأي بصحاف هوريال أما صحنة من ذهب ذهب وأكواب كوبيار من ذهب ذهب وفيها ما يقصون عليه في الصحاف أي في الصحون صحون تاز أما هوريال كاز أي ولا كواب ما يقصون ما تشتهي الأنفس قراوية ما تشتهيه الأنفس لا بد ولا بد والنفس دي جيلة داز وتلذل أعينه إلى نمع أساس ما لك ما كده ولا إلا أنهم يؤرك أنهم وأنتم الحال أنتم يسن فيها في الجنان جنة إلهي خالدون كوارسا ما يسن كبير قري جاري ما يسن الله إلهي السنسي والكوار ما لما ذا سمك قورسا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ما يهيل هيل لا سمع ما بصوص مال جنين لما مال سافة دار كرامة وتلك تاس الجنة واية الله تجينا ورست موارسند على سين بما بصاي ما سبزت كنتم من سنعتين تعملون عن عمل فلاو لكم في سنة فيها في الجنة فاكهة فاكهة مال ريق قضار أما هنجرو كست فاكهة مال ريق هنجرو باشالا عمل فاكهة وانسين سنة هنجرو يسنك باشالا سام كثيرة فربضا منها فاكهة سجه أي من بعضها تأكون عمسا وصفة عمسا أما انتفة عمسا وكيف ما شئت سيسا فلاسا والله لو لهاته وشم أي جنات قلتين أنا رأسوا والله وليهاته دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والله ولي أولي ذن والله ولي سنفضاسا يلتي إلهي أنت أسمارك وقود بي أهل الجنة المتقين تيه إلهي در تزدت يا صاحب القدرة قال أنكوا مجرمين ظالم نمو لك صاحب أنا هدي تقول صاحب ما جماري صاحب ما دروغست زنات والبان كارنا جيشوا كان عصام فاحشي كصاحب مسلم إلا خيانة أنت كصاحبت قال نما إلا لا لا أصنام إلا عابد إلهي لك كفر شرع إلهي للدين أنت كصاحب حسنا دردر إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين تتقدم بيليالك تتكنق بيالك خالدون وارئا يعني في جهنم جهنمك وارئا إن المجرمين في عذاب جهنم جهنم عذاب شيء خالد إن المجرمين تتكدم بقبيالك خالدون وارئا يعني في عذاب جهنم جهنم عذاب شيء وارئا لا يفتر عنهم ما يكون قويو ما يكون خفيف يو عنهم يجو وهم والحالهم يو مبلسون ورصدائنا فيه في العذاب ورصدائنا وما ظلمناهم هم ظلمين ولكن هزات كانوا هايهم يظالمين يظالمين تهايهم ونادوا ناديين قائلين حالي وران يا مالك مالكو
liyaqdi calayna rabbu rabbaga madaxna baabiyay qaala may baray innakum ismaakithuun hanuna gaada weytiin laqad jiinaakum bilxaq xaqiya siina koyn walaakin hase aatee aktharukum badinkiin lilxaqi kaarihuun xaqiya ka hadaasa am abramuu amran arna go'aansadana fainaa mubrimuun umuna goosta go'aansanay am yaxsabuuna maleyna annaa laa nasmacu sirahum wanajwaahum in sirtiyo iyo shuurjigno dhegana kaaleen bala kaale wa rusulunaa rusulaana iyo ladayhim radiya ad yaktubuuna quraa'ina ilaahi subxaana wa tacaala innal mujrimiina gadabiyaage khaaliduuna waarayan fii cadaabi jahannama jahannama cadaab shiiya ka waarayan laa yufattaru may gooyaanas canu iyo jo cadaabka may gooyo laa yufattaru canhum alcadaab cadaabka may ku gooyo walaa yukhafaf maana may khafiifiyo wahum yo وهم يو مبلسون ساكتون آموسين سقوط اليأس فيه في العذاب وهم والحال هم يون مبلسون آموسين فيه في العذاب الكل ميقى لكين بناو وهم والحال هم يون مبلسون قورس داين فيه في العذاب العذاب ليس قورس داين وما ظلمناهم مظلمين إلهي مهري مظلمين ولكن كانوا هم الظالمين الظالمين هم المشركين هم قالهاين ده كان قبيال هم دنبيلهاين ونادوا ناديان يا مالك خازن النار ملك النار تن تلي وين ويرين مالك لهم يا ويرين قائلين على رايان يا مالك مالكو ليقضي باب يدلي علينا ونقول كان ربك ربك ندلينا ليقضي ربك علينا ربك نباب قضى هذه على قدام بيت هلاكوا قال ماري مسلمين مدينة ندلوا إلهي نهلاكوا إلهي كم إلهي كتوقع يوم رهن مالك شفاعة قول ذان ربك ندل أين بابي ليموتنا لنستريع من العذاب جوابت ما يسير لي بعد ألف سنة لير كون سنة بعد ميري إنكم ما كثو إذن كن نجعل سام تلا يميلين ميل كلمة سين هاي إلا ره لا يكون نجعل أرنوين قول ابن عباس رضي الله عنه عبد الرزاق بن همام السنعاني وابن حميد مفسر كل أرنوين وابن أبي حاتم والحاكم النيسابوري iyo gheeri lama beha qoomidi ya taasina iskaraan dheereen baad 1000 sano ma dareen innakum maqithun isanka nigaadsan majr laqad jiinaakum bil haqq yasin laqayni walakin aktharakum lil haqq kaarihu badanki haqa ka hadas rasuul sallallahu alayhi wasallam bari la yu'minu ahadukum ahadkin iimaan may ku helo hatta yakuna hawaahu tabi'an lima jiitu bi inta hawdiis fadiyo isku naqdaas walaan la kooy haa naw maxamed la kooy oo laga naam hor qorto lafay hadii wal kale kiin laabini la yaqaan jamee sifat sifakast oo nabi ilaahay maxamed laga sheegi hadii si ilaahay aan gaado wayd iimanka wala gajin wa fawqa dalika ma intaas deera rabitaanka ifadiyooda nagatay si rasuulka fado si nabaga fada ayaa fadaas qof soo kale fadda nabaga ku kale anoo sunayaan may kale jirta lare macsiida caadiga la soo biyo may ku dambi wiina tan galbada hadii shay ilaahay diintis ku mid ah wal karaahe ka hadday yar galbaga la ku hela iimanka biri laqad jiinaakum bil haqqi walakin aktharakum lil haqqi kaari badankin haqqa hadaas dhalika baynahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malu qalbiga isla wada dhalika shuruud la ilaha illallah ma kum midaha al mahabba al munafi lil karaha in mahabba kamila lagu wala oo karaha meel lagu saar wala iska darso meel lagu yana lakum dinukum wali din ilahi dintis والعالم لهران جرب
globalization wala raan jar wana muslima wala muslimiinta ku yiri gaalo macaamil adduunyan dhayaan oo kale ma dhahay qof yeedo la fahamsanayna ma wili farakee godo ilaahay heli miyid ehelki ilaahay miyid wadaalka saxaab rasuulillaah hadii shay nabo maxamed saari leer adna shak wal kale ma tuu xalisa may kale akiga hadalada af kulu goor may ku xog badana afcaalna hadalka garum badan walisaanul xaali asdaqu min lisaanil maqaal hadalka af kulu goor may ku rum badan kan ficilka ku rum badan nimaga mayna kaaysa laqad jiinaakum bil haqq bil islaam al kaamil yasin koyni walakin asaata aktharakum badankin lil haqq kaarihun aqiya ka hadasa am abramu amran antama ay qadaa ruuga sidii oo dheelminki nabaga sallallahu alayhi wasallam markii hijrida nabaga ee lagu qadaray daalnadu markii gaalada fadhadeen may ka talada nabiga muhammad in dilan wiil yam qurbi kale dana kafar u isbituk oo yaqtuluk oo yakhruju ma iyadana qadaray ilaahay meeray am abramu go'aansadeen amran go'aansadeen bi qatl muhammadin inama dilan go'aansadeen ma ilaa sheekada dheereed musaafiriyan habaasan dilan yam qurun qaayma meel nihaay meel isiraay dil awli bigeen ku maayo sodon lan dhalinyaro ah waayil ahayn awlaad kala faayeen ahayn sodon lan dhalinyarada ku xog badan ahayteen tii la hamir min shatal qabaailaha kumir lan kasta seefta ankar suurud badan anka awood badan lan dhiibi hal mar jisidka nabaga sodon sheefad ka dhiido la ku ah nabagu ihsaan aan suubiyana yaa idinkii goobyaay meere ilaahay ba uun shay uu kuun liyana ma ayaa magu uun abdullaah shide iyo arwa leymuuni roogni ama soo ihsaan ma ingalne ana bakara sin roogo wala tawrtaas u gidaan ilaahay ogaayo og laakiin markii naw muhammad qobsade لسي ماذا تظنون اني فاعل بكم اسم markay weelahayteen si weelo fadeen sheegdan hatta ani ilaahay uu deey wareeji maysinka subu yaalas dadkaas ma mudinaayna in babbi argas duqlasi ya mudinaay laakin samaaxadna muhammad nafsidii soo argoosay in qadan ma yareena akhun kariimun oo ban akhin kariim oo shalay maana ma tan nagar idhabu fantum tulaqawa subah wal maysin aas akhlaaqdu naw muhammad iyo saxaabtu iska tarbiyay sheenti jaziratul arab kulli jaddad ya islaama mala arabti mariidi markay isgalan gabeel isgalan isdhama argoosay ka saayn sifada argoosiga sifa faylama afiga ku fi Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna am abramu go'an sidana ay bal abramu go'an sidana amran go'an sidana wa bi qatl muhammadin sallallahu alayhi wasallam fa inna hununa mubrimuna go'an sini bi najati bid badis go'an sini in bid badina go'an sini ما شاء الله كان وما لم يشاء الله لم يكن ام يحسبون بل يحسبون ما ملئنا انهم لا نسمع انتم ديغنا سرهم سرتي اي ونجواهم شورش بلا ان ديغنا كاله ديغاين ما ديغوين ورسولنا ملائكتان حفظوا اديغيال كان يلدي عندهم يكتبون القران الى سبحانه وتعالى ان ملائكه الدرس لو ورت amba laakiin lanka xujud li ku ogaahay ma ilaa wal kasba dhigay wal kasta aragay ma jeewelka loo wal wal baaragay wal wal dhigay wal maag man taag way shuf inta nayt laa imi ku noqon ma jeewelka loo
laakiin hatana saasatada la qaba balaa warusulunaa ladayhim yaktubuun malaa'ik rusullaan dadkuna ha dirnay malaa'igta ilaahaye iyo orodii horudi camaali oo qoraasi aakhir walku uga xujidaas qulna nabiyullaahi maxamed oo in kaana liraxmaani waladun ilaahay haddii waladun sugnaado faana fardan wa taqdiiran faana awalu caabidiin kan caabuda waa ninka horreeya subxaana allah yaa daahirsan rabbi samaawaati samaadi rabbi jawal ardi wa rabbil ardi oo rabbil carshi carshiga rabbijay iyo daahirsan maygu daahirsan yahay amaa yasifuunahu walayo ka tilmaameen min waladin ah fadarhum suuku tab yakhuudu dabaa ladeena wayalcabuu ciyaarin xataa yulaaquu inta kulkulmaa yowmahu maalintio alladii maalinkaasoo yuucaduuna layowa wa huwa ilaahi alladii macbuudku ay fi samaai sifadin ilaahu macbuudunka wa fi lardina ilaahu macbuudunka wa huwa ilaahi alxakiimu alimaamu wanaag badan waaye alcaliimu bikulli shayin shaykaas ogaal badan watabaaraka watacaadama may weynaday alladii macbuudkii lahu sugnaad mulku samaawaati samaawaati mulkuja walardi wamulkulardi ardi mulkuja wamaa baynahuma wamulku maa baynahumaa wala dhulkii cirkan dhahay mulkuja sugnaad wacindahu cinda allaahi cilmu saacad wa cilmu saacati cindahu cinda allahi a wa ilayhi ila allahi yaturjaun lasiin nagee wa ilaa qul in kaana liraxmaani waladu gaalo la qanciyaadaan qul qanciyaha yowman qancaanma ilaahay haddii unugan sugnaa fardan baa uqaadka maya zucmoona siay sheegeen hoob ilaahayba unugban sugnaada faana awalu caabidiin laakiin ka horreeyay caabido waa ana ah mubaalaqatan fi listibcaad waay siyaaqu may leeneen almubaalaqatu fi listibcaad laakiin tabata may sugnaaday allaa walada lahu tacaalaa fantafad cibaadatu cibaadas meela gubatay fain lishardi wahaada ikhtiyaaru dabari waraazi fakhrudiin araazi dabari saas qaada wa qiila in naafiyatuma bimacnaa ma qula in kaana liraxmaani maa kaana liraxmaani waladun munsugnaan faana ayn awalu caabidiina lilaahi waxda ilaahi shiriyas lan ka caabudo lan ka goray min hada lumma umatuutan ayaa ku mid ah ay almuwaxidiina min ahli maka calaa allaa walada lah labadaba kay binaabtay subxaana may hufnaaday ceeblaawsanaaday daahirsanaaday nasahnaaday rabbi samaawaati samaawaatka rabbija walardi wa rabbilardi arda rabbija wa rabbilcarshi carshiga rabbiji camaa yasifuunahu walaa ilaahi ka tilmaameen rabbilcarshi may ka fasiray alkursi malaas iyaad wal ku fiiliyaren jaaldiin almaxalli raxmatullaahi caleyh may ka socday watabicahu jaaldiin suyuudiina ka raayay calaa tafsiiri carshi bilkursi laga fasir oo calaa annahu maa shayun waaxida wasaxiixu alladii calayhi alaimatu salafan wa khalafan ana alcarsha makhluuqun walkursi makhluuqun aakhar shugul miskil marka labadan wadaad meel ku sheeneen iyo lawansa laakiin meel ukaaba jaaldiin suyuuti may ku fiirisan baahana tafsiirka usgoonun kansheejii maka khilaaf isukara laakiin tafsiirka usgoonun qori oo leeraa jeera addurar manhuur fi tafsiir bilmathuur tafsiirkaasay ku fiiriyo wala ku arimiilan suyuuti subxaana rabbi samaawaati wa rabbi lardi rabbi lcarshi camaa yasifuun ay camaa yasifuunahu wala ilaahi ka tilmaameen min waladin wa zawjatin wamaa ilaa dalika wadamid shariiga nadiida kullu ilaahi daahira kuya fadarhum iskulher yakhuuduu fii baadilihim dabaaladan wayalcabuu ciyaaran fii dunyaahum xataa yulaaquu inta kulkulmaa yowmaha maalinjo alladii maalinkaasoo yuucaduuna liyowaay wa huwa ilaahi alladii macbuudkii waaye fi samaai samadi ilaahun ka ah macbuudun anaas wa fi lardina ilaahun ay macbuudunka wa kullu minaad darfayn mutacalliq bimaada walikuriya ka tacluq wa huwa ilaahi alxakiimu alleehi suuban waay sugow badan waaye fii tadbiirihi maamuljay iyo wa suncihi sanaadis
العليم الذي يقسم في شؤون خلقه خلقه شؤون الذي يقسم وتبارك وتعظم وتعالى ما يسره وبيني بركة بدن هذا الذي معبود له سونات ملك السماوات سماوات ملك جو الأرض وملك الأرض سونات وما بينهما أنت نحيت سماوات يا رضي الله مخلوق بدن نحيت الأجرام السماوية والله قوة قرآن مخلوقة علماء الفلك ميلينا هل كم مجر الشليدس يبلايين نجوم كجرت كوكب مكيرنا ديا هناك فرق بين النجم والكوكب وبين الكوكب والقمر وبين القمر والكويكبات وبين الشهاب والنيازك وبين المذنبات مخلوق بضعي لكم كجرت إلهي يسكن هل كم مجر الشليدس كل يوم يدين سينا يركيرو كذا تيرروا دهذا ما يكالينا بلي يريد ولا هات نلقون هات أنتم كديجنا دهذا سكالة يريد إيوه والله والله أرجع يركن مكانه ركن مكانه بتوه روا فلك يكسر عضاين كلهم في فلك فلك جاس وروت ما جيران جرما مروان هاتو بودي قلت فلك ملا مروان هات فلك ملا دكسي كفيري فلك جماعة يركين لقولان صعداء فلك رموت يك صعداء رموت ما كساسو ها ما كساسو استشعار هذا ناتم يلا كده هو قاد هذا كام مرة ندوه بعد ميني دوه بعد في لا توجيه أنا كده جنا جرت رموت علم إله شأن كميت مخلوق لسه وكل في فلكن عجائب هذا الكون إلى قيام الله وظاهر راس ما يقعد دونته إن الله هو العليم الخبير إلهي عليم الخبير مرغس ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وعنده علم الساعة وإليه ترجعون إنه إله النجدان إن يعمل لابد تملر عند الله مري للحصر وأبسه وعنده عند الله إله روس علم الساعة هذا لا غيره لا نكلم وترجعون لازم إليه إلى الله وحده لا نكلم نظام له ولا يملك ملك أن الذين يدعون الطغيان من دونه إلى سقيس الشفاعة ملك أن إلا من شهد بالحق لن يحقق غير ما وهم يعلمون يوكسون ولئن سألتهم ذا ورثة من خلقهم الله يوم هذه ورثته لا يقولون ما يرانا الله إلى يران فأنا يوفكون أنت الملاحية وقيله وهي وقوله لها هذا الشيء يا ربي إن هؤلاء قوم وإلا من الرمان فاصفع عنهم اسكو جيرسي وقول له سلام له نبت قلي له سلام التتار ولا ريا سلام الدعاء مية شرط ملك جيد فسوف يعلمون يغادون ولا يملك ملك أن الذين يدعون الطغيان من دونه إله سكرس طغيان مشركين تلك جيد أي يعبدون عبدان من دون الله الشفاعة لأحد أحد يشفع معه اسمك والله عيني كنا كذا ولا يملك ملك آيان الذين هاني يدعون أي يعبدون عبدان أي الكفار وان من دونه إله سكرس عبدان من دون الله الشفاعة من ملك آيان إن شفاعة سواء ما أي لا يملك هؤلاء المعبودون هان لعابدوا هاي شفاعة لأنه من شفاعة كرة هان والعابد هاين شفاعة مهرايا معنى ذلك إلا من شهد لنك إليه بالحق بلا إله إلا الله لنك غير ما
وهم يعلمون يؤكسن معناها لا إله إلا هو معنى يؤكسن. من شروط لا إله إلا هو ما يكون ماذا؟ أولا العلم بمعناها معنى يؤكسن. حديثها كورورتي آيتها كورورتي شروطه مجرد لكن ما يلك يؤكسن بالاستقراء والتتبع يلك يؤكسن بالاستقراء والتتبع النصوص القرآن كي النصوص من الله دبر قاله يلك يؤكسن تابع إلى رأي من بن مري أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله جنة الفراج لا إله ما يرد نعم لكن هو لكل مفتاح أسنان ولي هذه فروع الكل لكويت والجيم وفروع الكل عن الكويتون بس بس ترده ما لا رجلي يعني فروع سنو هلا إبر ونتين هنا دون سدي لغدان ما كواي وده فروع سنو سينيوي هذه لكوي ولا فروي رسولك بشروط ده نبغى الشيء لكن مثلا ما يقول من قال لا إله إلا هو خالصا من قلبي دخل الجنة خالصا من خلقي شرط ما من قال لا إله إلا الله وهو غير شاك صن شكي سنة شرط ما إنما المؤمنون آمن بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ما رأسوا إن شكي ما يقول شرط ما فعلم أنه لا إله إلا الله شرط ما تغني يلا مدته إلا من شهيد بالحق لأن حقق غيره توحيدك غيرهم يعلمون يوكس ولئن سألتهم هو الورثة من خلقهم لا يقولون الله إيران الله يرى فإن يوفكون سلسين ليحي مركان وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله بالنصب أي وقول محمد لهم قول محمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال قيله وقيله وقال محمد قيله أي قوله يا ربي ربك يوم إن هؤلاء هم قوم لا يؤمنون رمان قال تعالى إلى إمره فاصفح عنهم اسكك جيسوي وقول السلام له نبت قليو فسوف يعلمون يوغا دونان أما فسوف تعلمون يسوغا دونتان سورة الدخان والله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم علينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.